بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا هبدأ ارسم بولجن، وبعد كده البولجن دوت هعمل له اكسترود. طيب ده كل ده من خلال الدينامو. دلوقتي هاجي من جيومتري هقول له انا عايز بولجن في كذا طريقة. ده كرييت عندي دلوقتي بولجن باي بولجن، وفي ريجولار بولجن، خلينا نقول باي بوينت. طيب هو دلوقتي بوينتس جمع، بس هو مديني انبوت واحدة. طب اعمل ايه بقى في حاجة زي كده؟ بكل بساطة ان انا هاجي هنا هقول له انا عايز اعمل ليست كرييت من مجموعة نقط. يعني هو كده هياخد النقط، مثلا نقول 4 نقط، هيبدأ يعملهم بوليشن. طيب اول بوينت هقول له كود بلوك، قول مثلا دي خليها 0 وانتر، 0 انتر 0، وهقول له اوكي. دول هوصلهم بالاكس والواي والزد. طيب دي اول نقطة. هاجي بعد كده اعمل كوبي النقطة التانية، خلي دي مثلا 10، النقطة اللي بعد كده ممكن نخليها 10 10، وبعد كده نقول له دي صفر 10. تمام، هقول له اعمل لي ده بولشن، فترسم بولشن. طيب دلوقتي انا هقول له اعمل لهم لي سيرفيس ايه سيرفيس باي لوفت، سيرفيس باي باتش، سيرفيس باي باتش. محتاج بس ان ادي له كلوز كيرف، ادي له كلوز كيرف دوت. تمام، فخلاص ده بقى سيرفيس بقى شكل مغلق. طيب هاجي اقول له ده هنا خليه فريز، تمام، جمدهولي او بلاش بريفيو. طيب دلوقتي انا ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اقول له انا عايز الكيرف، كيرف باي اكسترود. في عندي هنا اكسترود، تمام، محتاج مني الكيرف ومحتاج المسافة قد ايه. هقول له المسافة مثلا وليكن مثلا نمبر سلايدر اهو، حرك الشكل اهوت. تمام، طيب ممكن اقول له ايه؟ انا عايز سيرفيس اكسترود از سوليد، نفس المعلومه، تمام، بس هيبقى سوليد. تمام اهو، تمام. فدوت لو انا قلت له بريفيو ده فرق بين ده وده، ان ده مفرغ وده سوليد، يعني مصمت، بحيث ان انت عبارة عن كتلة، يعني كل اللي جواه كتلة، انما ده عبارة عن اطار خارجي بس.